طبعا انا صار لي علاقتي واصله على المنطقه هون بين اهلي وناسي شي 10 ايام. بهالعشر ايام قاعد عند ابي في بيت بغرفه عنده وساكن معه. بالوقت الحالي لقيته ما عندي سكن، ما عندي ماوى. طبعا انا بقيت 11 سنه في لبنان، 10 سنين ونص 11 سنه. يعني اسست بيتي هونيك وعائلتي هونيك وشغلي هونيك وكل شيء لي هونيك، كله اسسته هونيك. لقيتني يعني بمكان كنت مرتاح فيه نسبيا، عملي كان موجود. وصار بهالاثناء القصف هونيك فتركت كل شيء. كل شيء اسسته له وكل شيء بنيته هونيك، طبعا ما في لي بناء، انا مستاجر هونيك يعتبر. فانا هونيك بشكل عام كل شيء اسست له بيتي من الصفر، اسسته لحد ما صار بيتي جاهز كامل كمال. رجعت لهون، رجعت للصفر، لا عمل لا اقامه لا مسكن لا مكان يقاويني انا وعائلتي الا بيت ابي. يعني رجعنا للصفر، لاقل من الصفر بالاحرى. لقيته هون ما في شيء تقدر تعمل فيه. يعني طلعنا من لبنان بعد قصف نهارين، ويعني شفنا مناظر مروعه لحتى نطلع وبعجل مثل ما بيقولوا. طلعنا تركنا كل شيء ورانا، بيتي واللي اسست له وتميت 11 سنه عم باسس فيه واشتغل فيه تركته، تميت طالع. عبرنا من معبر عريضه لحلب، وصلنا لحلب بسلاسه، ويعني سلاسه مو كبيره بتقدر تقول. يعني كيف من حلب لادلب هي اللي كانت المعاناه، المعاناه في المعابر اللي عنا، المعابر اللي اسمها انسانيه هي على اساس هي ما فيها شيء من الانسانيه نهائيا. كلها ذل وقهر وموت وحرمان من الاكل والشرب والبهادل اللي على الطالعه والنازله لكل العالم. وانا واحد من بيت من العالم، انا واحد من بين العالم اللي كانت عمال بتنزل وبتنهان كرامتها في قلب المعابر. ضلينا تقريبا شيء ثلاث ايام على المعابر، واليوم الرابع اجوا قرروا وقالوا لنا انه خلص نحن عاد ما عدنا مسؤولين عنكم، بنزدكم على معبر عون الدادات ومن هونيك انتم دبروا راسكم. شالونا من ساحه اسمها ساحه العون، من عندها الساحه هيدي طبعا هي اللي عانينا فيها، وقبل منها ساحه الهول او بيقولوا لها يمكن التايهه. هونيك كانوا ينادوها ساحه الكهف. بهالساحه هيدي كمان عانينا، تمينا نهار كامل من الساعه 7:30 8 الصبح للساعه تقريبا الساعه 1 في الليل. اخذونا على ساحه العون، من ساحه العون كمان بقينا النهار، وتاني نهار ردوا اجوا كمان. كنا عم نعاني في الساحه يعني، قلت لك كيف، واكلنا بهذا الكثير انا واحد من بين الناس. وبغض النظر اخذونا بعد منا على ساحه على معبر العون. بمعبر العون تمينا من الصبح تقريبا شي الساعه 9 الصبح للساعه شي 5 العصر. طبعا هون العالم مفكره انه والله خلاص نحن وصلنا لهون لازم نعبر، ما في مجال. بس هن كانوا عم يعبروا كل ساعه شخص او شخصين، شخص او شخصين على 2500 شخص. بدنا تقريبا اسبوع 10 ايام شهر زمان لحتى نقدر نعبر. طبعا هون العالم يعني الصبر اللي صبرته بالساحات وبالمعابر السابقه، من كان للكراد وكان للنظام و الى اخره، هاي المعاناه كلياتها تفاقمت لتوصل لعند الساحه هيدي. طلعنا ووصلنا لعند المعبر للساعه 5 العصر، العالم يعني مشطحه بالارض من التعب من الارهاق. وبالفعل اجت عالم لاقتنا من هذاك الطرف، هني اصحاب المكاتب جايين يطمنوا على ركاب اللي عندهم ركابهم. ايه انا استغليت الفرصه للامانه، استغليتها وعيطت في الناس وقلت يا الله، صاحوا يا الله وراي وقاموا، قاموا صاحوا كلياتهم وراي بنفس الصوت يا الله. العالم شبعت قهر وذل. بعد ما خلصنا من المعبر من هون صرت صيح يا الله، والعالم قامت وراي مباشره. قلنا له قوموا واعبروا المعبر معبرنا، ونحن اهل المنطقه، نحن اولى انه نعبر من غير مناطق. وبالفعل العالم كلياتها خلص على قولة الفصحية ضاقت زرعا بالقعدة بهالمعابر، وقامت وعبرت العالم كلياتها وعبرنا، وتمينا جايين على جرابلس، ومن جرابلس على عزاز، وبعد منا على عفرين، وظلينا متجهين باتجاه ادلب. اخر معبر كنا بنعبره هو معبر
الغزاويه اللي هون على دخوليه الدب. يعني كان كمان هذا سلس بشكل مو طبيعي. اخذوا اجراءاتهم وتواقيعهم واوراقهم ولازم يشوفوا في معلومات عني، سجلوا على هالاوراق وخلصوا تسجيلها وطلبوا مني كفيل. هلا طيب في كثير قالوا لي انت عم تقول والله انه والله بدك كفيل، انا بدي كفيل لبلدي، انا جاي على بلدي بدي كفيل. باي اساس؟ بغض النظر قلنا يلا ماشي حال. دقيت لاخوي وبعث لي بطاقته، صوره عن بطاقته بالمنطقه هون، وقال لي يا اخي انا بكفلك، اخوي الصغير هو استاذ مدرسه. بعثنا لهم الصوره، اعطيناهم الصوره وكانوا كفلانين يعني. خلص يعني اجراءات روتينيه تعتبر. ما في نص ساعة تقريبا كنا خالصين من الأوراق ومن المعبر ومن كل شيء. ركبنا السيارات تم جاي لهون على الضيعة. طبعا كانوا أهلي وأحبابي ورفقاتي وأصحابي كلها كانوا باستقبالي، إن كان أهلي ولا أهل زوجتي ولا بشكل عام أصدقائنا يعني المحبين، استقبلونا استقبال يعني رائع، يعني بيحلم أي إنسان فيه. كان استقبال لا يوصف نهائيا، حتى إذا بده يوصف لك يا ما حد يوصفه، عرفت لي كيف؟ إيه والحمد لله رجعنا لهون. طبعا بنتيجة الأمر جينا وصرنا قاعدين وقت وصلنا لحد الآن، لا شغلة لا شغلة لا منظمة اجتنا، اجتنا منظمة اسمها إحسان، اجوا بس هيك شكليا أخذوا استبيان وتموا رايحين، ما تبقى منظمات ما تبقى غيرها، ما حدا اجى ولا حدا بين. معلش يعني أنا كوني ابن هالبلد فأنا أولى الناس إنه أنا أتعامل بإني أنا ابن هالبلد، أتعامل معاملة ابن هالبلد، ما حدا عاملني بهالمعاملة. ما معلش يعذرني بهالكلمة، بس نحن عم ما بيجي بيتصور معنا مقاطع صور وفيديوهات لأكثر من قناة لحتى نشكي ونحكي معاناتنا لهالبشر هيدي وللقنوات ولهالمنظمات، توصل معاناة هالبشر لألهم. وأنا وضعي ما في داعي لأشرحه لأي إنسان. بسم الله. مثل ما بتعرفوا الحرب الدائرة الآن في دولة لبنان، فاضطرت كثير من العوائل المقيمة العوائل السورية المقيمة في دولة لبنان من المغادرة والنزوح من هذه البلاد بسبب الحرب. طبعا هذه العوائل كذلك سابقا غادرت سوريا إلى لبنان هربا من الحرب القائمة في سوريا اللي شنها النظام على الشعب. توجهت هذه العوائل إلى الشمال السوري المحرر. طبعا قامت حكومة الإنقاذ من أجل استيعاب هذا الوضع بإحداث مديرية الوافدين. مهمة هذه المديرية تسجيل الوافدين والوصول إليهم من أجل تقديم الخدمات. كذلك قام الأخ وزير التنمية والشؤون الإنسانية بتوجيه المديريات الفرعية المنتشرة في كامل رقعة المحرر وجغرافية المحرر من أجل الاستنفار والتوجه لاستقبال أهلنا الوافدين وتسجيلهم في جداول الإحصاء لدينا من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم. حيث قامت وزارة التنمية بإنشاء عدة إيواءات مخدمة ومجهزة من أجل استقبال هذه العوائل. طبعا في قسم كبير من العوائل تواصلوا مع أقاربهم مع أصدقائهم متواجدين عندنا في المحرر. فهذه الشريحة الكبيرة سكنت عند اقاربها وتم تامينها. طبعا احنا هذول كمان وصلنا لهم وسجلناهم ضمن قوائمنا في الاحصاء من اجل تقديم الخدمات والوصول اليهم لاحقا. اما العوائل مثل ما قلت لك، العوائل اللي ما لها اقارب، فقام وزاره التنميه بانشاء ايواءات من اجل استقبالهم وبالتعاون مع شركائنا في العمل الإنساني من أجل تقديم الخدمات الضرورية اللازمة لهذه العوائل. نعم، قامت مديرياتنا ومكاتبنا المنتشرة في رقعة المحرر التابعة وزارة التنمية والشؤون الإنسانية بإحصاء العوائل الوافدة سواء على المدن والبلدات أو على المخيمات. طبعا لحد الآن تقريبا صار العدد 1500 عائلة مسجلة لدينا، ونحن متوقعين العدد يتجاوز هذا القيمة لأنه الحرب بلبنان مثل ما بتعرفوا كل ما عم تزداد وعم توسع الرقعة، فالعدد راح يكبر، متوقعين يوصل العدد لل 5000 من فوق. نعم.
طبعا احنا كنا عائلة مؤلفة من 7 أشخاص، 4 بنات وثلاث صبيان والأب والأم، 9 أشخاص. كنا ساكنين ببيروت منطقة اسمها حارة الناعمة. فنتيجة نحن خوف الأولاد والقصف، هلا قصف حوالينا مو على هذه المنطقة اللي نحن فيها، بس صار يعني نزوح من الجنوب بشكل كثيف يعني، وصارت يعني الحياة مثل اكتظاظ سكاني كثيف وضرب أولاد عم يخافوا، فاضطرينا انه كنا بننزح على نرجع على بلدنا الاصلي الام. فنزحنا يوم الاحد تاريخ 6/10، مشينا من بيروت تقريبا الساعة 1 باتجاه ادلب. من بيروت لتقريبا اخر نقطة بالنظام لحلب، السيارة ماشية ما عكر صفنا نهائيا اي حدا من الحواجز، بس طبعا الشوفير الباص او المعاون كان بيتعامل مع الحواجز بمناطق النظام، بيدفع لهم بيمشي، ما فتشوا نهائيا ولا حكوا مع حدا نهائيا. وصلنا ثاني يوم الصبح اخر نقطه للنظام مصباح الاثنين على ما اظن. النظام اتجهنا باتجاه الاكراد، يمكن معبر التاهي على ما اظن اسمه، استلمونا الاكراد هم عند الاكراد، تاخرنا هيك اجراءات وروتين انه كوننا جايين من بيروت بيدققوا عن نازحين جايين من بيروت. يمكن تمينا للعصر يعني من الصبح للعصر عند الاكراد على 4 4:30، وصلنا اخر نقطه للاكراد معبر اسمه معبر الدادات او ساحه عون او هيك ما بيسموها اسمين. سلمونا في بوابة سوداء، سلمونا الأكراد لجهة ما عرفت أنا شو اسمهم، بس معلمهم بيقولوا يمكن هزاع. حكيت أنا معه مرة، ما خلوني أطول بالحكي معه، قال لي أنا هون مدادات، وأنا على أساس سهران على راحتكم من هالحكي هذا، بيعنا بس بيعنا حكي بس، بس الوضع على الأرض مأساوي كان جدا هون في هالنقطة هاي. بعد الدادات بشوي يعني 500 متر او 1 كيلو بيجمعوا هون النازحين، الكراد بيزتوهم لعند المعلم هزاع مسلحين هنون يعني، مركز مثل تجمع يعني، ساحة في غرف، كام غرفة ما بالساعة يعني 100 او 150 واحد بيستنونا يصيروا شيء 2000 تقريبا. انا لما كنت هونيك صاروا شيء 2000 نازح، واغلبيتهم اطفال ونساء، وبناموا فيها العراء، فيها الشول، على الطرقات، على التراب، أغطية ما في، إذا أنت عندك معك شنطة فيها لباس شتوي بتدفى يعني بتلبسه بتحمي حالك من البرد، إذا ما عندك لباس بيطعنك البرد، وفي النهار شوب حرارة مرتفعة يعني على الأطفال، خصوصا على الأطفال. تمينا يومين محجوزين، بقول له شو السبب أو للعناصر أو بيقولوا الحر هو مسكر المعبر ممنوع. فهاليومين هود بشوف انا ناس يعني مثل تجاره يعني بيركبوا بيك اب بياخذوهم تهريب او مع طريق غير شرعي هيك عم يجيب ما بيقولوا، بيدفعوا يمكن على الشخص 100 دولار عم يجيب ما فهمت. حاولت انا انه امشي، المهم ما تم فهالبرد وفهالشوب يعني، قلت انا بدفع المهم انا مرق اولادي يعني ما كان في نتيجه، ما قدرت. بقى هن عن طريق في مهربين خاصين تابعين لهم كانوا بيتقاسموا. المهم صار ضغط كثير يعني في هالساحة هيك، ما بقى الساعة نهائيا. فلما صار ضغط كثير العالم طحشت نحو الحر، مسافة يمكن 1 كيلومتر بعيد عنه الحر، أول نقطة للحر. منهم أنا يعني طحشنا في هالليل. الحر هون بتعرف أول ما استقبلنا يعني استقباله كان كويس الحر، معاملة مو سيئة يعني مثل تحت هذا الهزاع ما بعرف شو اسمه. معاملة الحر كويسة، بس انه ما بيطلع بدون شيء. دفقنا عليهم، صاروا ياخذوا اجراءات يبصمونا يصورونا طالعونا اخراجات هيك. بعد ما خلصوا في هالليل شو بعدين قالوا لنا بدكم تنطروا، ما اجت الموافقة لنفتح لكم المعبر تفوتوا على مناطقكم. فانا ناقشت كذا واحد، قلت له انا ابن ادلب وجاي على بلدي، يقول لا هاي اجراءات وما فينا نفتح من الحكي هذا.
قلت له طيب انت ما بيطلع في ايدك وعم بتحط هالعالم بالشمس وقاعدين شايف الاولاد كيف مرضت وحتى اكل ما في. قال لي ما بدي قرار من فوق. طيب قل لي مين القرار اللي ماسك هالقرار من فوق من مين؟ لحتى يا اخي بروح بحكي مع معلمك فرجي وضع هالولاد انه كيف مرضاني اكل ما في فهالشوب فهال. قال لي ما بدي. المهم تمينا نمنا ليلي عند الحر. وثاني يوم لما صار كمان ضغط على الحر قاموا صاروا يمشوا يعني نمنا ليلي صاروا يمشوا اللي بصموهم وطالعوا لهم اخراجات قيد مؤقتي ويمكن ورقه عبور بياخذوا ورقه عبور 10 دولار على الشخص كمان. الحمد لله يعني تقريبا قضينا شيء 3 ايام يومين عند الشبيح الزاع ويوم عند الحر وفرجت بعد 3 ايام بس بعد ما مرضوا الاولاد بعد ما لحد الان مرضانين يعني والحمد لله عبرنا بعد 3 ايام 3 ليالي سيئه جدا. طيب طبعا انا هون فت انا نزحت على لبنان بال 2012 لما فات الجيش على جبل الزاوي انا نزحت انا وعائلتي على لبنان نزحت هربا يعني مو انه وخوف نزحنا على لبنان اسسنا وضعنا هونيك فمن نزوح لنزوح رجعنا نزحنا بالعكس لما صار الاحداث بلبنان والحرب رجعنا على البلد سمعنا انه فيه نوعا ما شوي من الاستقرار قلنا لعل وعسى انه بيركز هالبلد ونستقر فيه فصار عندنا نزوح لنزوح والله اعلم بعدين ايش بصير معنا لسه حياتي هلق انا استقبلني اخوي عنده هلق قاعد عنده في البيت في ادلب ما بنعرف لنشوف بعدين ايش بتكتب لنا الايام وهونيك ما في مدارس كمان ما نزحوا اهل الجنوب سكنوا في مدارس الدولي ومدارس خاصه فكمان هونيك الحياه تقريبا شبه وقفت يعني فقلنا كمان هون في يعني مدارس فبدنا نسجل الاولاد مشان ما تروح عليهم المدارس نسجلهم في المدارس ونشوف ايش بدنا كيف ناسس حياتنا بقى الساعه والله اعلم من طريق مسدود مبين حاليا في قصص انا صارت معي خصوصا عند هذا الشبيح حزاع لا اسوأ من الشبيح والتأمت منه ولحد الان ما بنساه يعني جيت عم ناقش واحد عنصر من عناصره انه مثلا ليك صار بيجي 1500 ولد مع مره ليه ما بتفتحوا لهم خليهم يروحوا يتحشوا على الحر مثلا انتوا يا اخي ما عليكم انتوا خليهم يروحوا عند الحر وما خصكم بيقول لي لا اسا وينك اسا ما صار عشقه وزحمه يعني ما صار عدد المناسب قلت له شو هو العدد المناسب انتوا بمقياسكم قال العدد المناسب المره الماضيه جبنا شيء 15000 ربطه خبز ما بعرف قد يعني تقريبا اعطوني رقم بالالافات وبيومين نفقناهم هلا قشبك الساعة ما جبنا غير 2000 ربطة الساعة مطولين على السحبي يعني شوف لوين التجارة اللي عم تجروا فيها على المقياس العقلية تبع هالشبيحة هود يعني في شغلات يعني هاي سيئة جدا تصوير انا ما والله صراحة ما صورت ما بيخلوا حدا يصور نهائيا اللي بيمسكوه بيصور بكسروا التليفون اللي بيصور هالمناظر هاي بكسروا له التليفون وبتلاقي حاطين مراقبين بس يشوفوا بين هالناس بيبرموا اللي عم يصور اللي شايل تليفونه وفي شبيحه منهم بيعطوا مثل شبكي انا دخلت عليه مرتين ثلاثه قلت له بدي بس حط لي شبكي لطمن اهلي انه انا وصلت المعبر هون بس لطمنهم بيقول لي لا لا ممنوع بتفاجئ بعد شوي نسوان متجمعه تاري بيحط بس رقم الواي فاي للنساء بيقعدوا بس هيك سبحان الله شيء مستفز جدا يعني بلا ضمير بلا اخلاق بلا ما عندهم عرض ما عندهم يعني في شغلات كثير سيئه جدا سيئه اسوء من النظام يعني شغلات سيء النظام انه لسه اسوء منه في المعامله للبشر هلا انا شفته هذا بعد يعني هو عم يتعامل الظاهر مع الكراد وبيتعامل ما بعرف بينسق مع الحر وما بينسق ما بعرف بس انه بعد ما قطعنا الكراد هو استلمونا يعني بظن هم من جماعه الدادات من جماعه ما عرفت لهم خلي يعني صراحه وبتلاقيهم مسلحين كلهم شايلين ما عرفتهم والله ما عرفت لمين تابعين يعني صراحه بس معلمهم بيقولوا له هزاع لمين تابع ما بعرف